والله يبا ابتلشنا بالكويتيين، ابتلشنا فيكم يا الكويتيين. ايش فيهم الكويتيين المساكين هذول؟ ايش فيهم؟ ابتلشنا فيكم، حتى بيوت تبون حيوان النار مخيم. الجو متعدل هالايام، سكر المخيم. والله ابتلشنا فيكم انت يا طلال. شلعت حنش، ايش فيك؟ اصحى يبا، ايش فيك انت؟ لا تلومني يا ابو علي. ها والله لا تلوم، مو مني، من اللي شفته. كاتب صحفي، اقول اسمه عادي؟ قول اسمه. ها خاف انت؟ عيب والله علي خاف. ها الكاتب احمد الصراف. اي مسخه، ايش قايل؟ اقرا ايش كاتب. يقول: واخيرا جاء وزير اسكان شجاع، وان سياستنا مكلفه ومو من الضروره ان يكون لكل مواطن فيلا، وهذه فكره سخيفه. والله السخيف تويتر اللي خلانا نشوف ناس مثالك كل يومين ثلاث طاقين تغريده تغثون فيها الشعب. اسمع انت وربعك التجار اللي حاطين عينهم على هالمواطن المسكين، الام والابو يبون يفرحون بولدهم، صح؟ يبون يزوجونه، حقهم ولا مو حقهم؟ حقهم. زوجوا الولد، قام الولد مسكين واخذ قرض علشان يبني له دور ببيت ابوه. بيت ابوه صار ضيق عليهم لانه قدم على بيت. البيت متى يطلع له؟ يعني 21 سنه. 21 سنه، وبعد 21 سنه ياخذ بيت على ورق. أيوة. ورق امر بينا بعد 5 سنين. قل له توصل الكهرباء بعد سنتين. هذا بعد ايش حقه بعد؟ ما بغى شيء ويفنقش. ياخذها بصيب خالص مقبره. وايد اسهل عليه. فيصير الولد طول ابوه، وللحين ما طلع له بيت، وان طلع له بيت تعال انطر امر بناء، وانطر كهرباء، وانطر يبني، ويبي له فلوس البنيان، فوق فلوس الحكومه اللي تعطيه. فمسكين هذا وين ينطر كل هالسنين يا ابو علي؟ يشتري بيت المواطن بعد شي يشتري بيت؟ اي بعد شي يسوي؟ هذه بعد سالفه ثانيه. اسعار العقار بالكويت اعلى من سويسرا. والله لو نجمع من معاشاتنا ليه التقاعد بالغصب نشتري بيت. بعدين للعلم يعني هذا المخلوق يا ابو علي مو اول تصريح غريب له. عنده تصريح، شوفي الحبيب يأيد المثليين. أيه. يقول المثليين خلاه ياخذ حقوقه بالديره حاله حال الربع. ايش رايك بالحكي هذا؟ لا طبعا، لا طبعا، المثليين نعم لهم حقوق، انا مع حقوقهم ترى، لكن شنو حقوقهم؟ شنو؟ هذا طال عمرك، هذا حقوقهم يتقطع على ظهورهم ليه ما يتأدبون، ولا ايش رايك؟ صح، مو خوش حق؟ حق. اي، وفي له بعد تصريح ثاني. بعد شنو؟ يقول: ليش تطبعون مصاحف القران الكريم؟ لا لا لا. اي والله عندي. هو ليش قال هالكلام؟ ليش قال هالحكي؟ أيه. يقول بنفس التغريده ان انا هدفي اني اوفر على الكويت. بعد عمري والله يبي يوفر على الكويت. تبي توفر على الكويت حبيبي كان فيك خير، يعني اسال عن التبرعات اللي تروح حق دول ما نعرف حتى شنو اساميها. شوارع قاعد تنبني، مستشفيات، جامعات برا الكويت، والكويت شوارعنا تفضل يعني استغفر الله، اتوقع ان السيلان احسن منه. فأنا أقول بالختام يا أبو علي، إيه؟ الله يفكنا من شر هالبشر، اللهم اللي حاطين عينهم على هالمواطن المسكين. إي والله، إي والله أنه مسكين. وختام القول أقول، إيه؟ قول آمين يا أبو علي. آمين يا رب. الكويت تتبرع، إيه؟ حق الكويت. نحن باغون هنا، نحن باغون هنا، هذه الأرض من الماء إلى الماء لنا. نحن باغون هنا، نحن باغون هنا، ومن القلب إلى القلب إلى القلب لنا.